هذه السنة يتزامن حدوث جهاد مع أزمات إنسانية كبيرة، وخصوصاً في منطقتنا. وأعتقد الأزمة الأكبر الذي يمكن أن نتكلم عنها ونشهدها هي الأزمة الإنسانية الغير مسبوقة في غزة، والتي شهدت هجرة ونزوح ملايين الأشخاص من مساكنهم، وكانت بمثابة تحدي للعاملين في المجال الإنساني في كيفية الوصول لهؤلاء النازحين، لأن الوصول وحده كان مشكلة كبرى. وبالتالي فالتحدي الأكبر قد تم من خلال ممارسة جهود كبيرة وبعملية إنسانية وبدبلوماسية إنسانية كبيرة لحل مشكلة الوصول إلى المتضررين والنازحين، وكذلك الوصول إلى من فقدوا أبنائهم وأعزائهم وأخوانهم نتيجة لعملية عسكرية كبيرة حدثت في هذا المكان. الدبلوماسية الإنسانية هي العلامة الأبرز في أزمة مثل أزمة غزة، وما مارسه الهلال الأحمر العراقي الحقيقة كان عملية دبلوماسية إنسانية مع أطراف متعددة وليس طرف واحد أو طرفين، ونجحنا في إيصال الحمد لله مساعدات غير مسبوقة، أيضا نجحنا في إيصال وقود وهو أكسير للحياة داخل غزة، لأن الوقود كل ما نعرف أننا هو الأداة الرئيسية لتشغيل كل شيء، من أدوات المستشفيات إلى سيارات الإسعاف إلى شاحنات نقل المواد وإلى البرادات، وكذلك لتشغيل كل وسائل الحياة التي تعتمد عليها الحياة العصرية الآن مثل الاتصالات وغيرها. شكرا جزيلا لكم.